معه اضحك على باسل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم في مقطع جديد. هلا والله، شو اخباركم؟ من زمانكم مشتاق لكم. في يا شباب، ماين كرافت بسلسلة خليج كرافت. طبعا شباب، شكرا شباب على التفاعل الرهيب اللي صار بـ AR Life. طبعا شباب، رجعت الى خليج كرافت. خليج كرافت تقريبا الشباب صار لي هواية ممنزة على خليج كرافت. واو، والله مشتاق لمنطقتي شباب، والله مشتاق. طبعا اغراضي نفسها، بس الدروع اتذكر من طلعت ويا كركي متت ودروعي راحت. ما ادري وين راحت، ما اتذكر والله الصراحه وين راحت. جو اليوم عندنا هوايه شغلات لازم اسويها بالسيرفر. اول شيء شباب، نروح الى البيت اراويكم. What you are sure you want to continue؟ يقول لي هل انت متاكد بالاستمرار بالدخول؟ طبعا اريد ادخل جوا. ايش صاير؟ صاير ما صاير؟ صاير خل اشيل هاي. صاير هاي دقيقة. هلو، وات از ذا هايدنج تشيست؟ ايش دي يصير شباب؟ انت جايبتين مياو كاتب انت والله صار وين ما طاب. طبعا شباب، اكو شي سويته هنا ان شاء الله شباب بالمستقبل، الفيديو الجاي او اللي وراه راح اراويكم شنو الشيء اللي موجود هنا. فتابعوا القناة واشتركوا بالقناة اذا انت اول مرة تشوف القناة. طبعا شباب، الاسامي المشتركين هي نيسا، وعندك لينا، وعندك زيد. هذول اسامي بالجبل المشتركين الجليدي اللي كتب اسمه بالتعليقات واشترك بالقناة. هاي اسماك الجليدية. المهم فشباب، سافة الراس مال المشترك. اوه شنو هاي؟ كلها هدايا اليوم، ما ادري السالفة. المهم، الراس مال المشتركين بالتحديد 1.13 تغير الامر، ما اعرف ما جاي يطلع لي. يعني انا الراس مالتي اللي اجيبه بماينكرافت ما اقدر. فكتبوا التعليقات هل هو تغير الامر لو نفسه؟ ما ادري. هاد 1.13 اللي هو هذا الرؤوس، فردت اشتغل على هاي بس بعدين سحبت، وان شاء الله اراجع واكمله. نشوف ايش صاير بالنص. طيب شباب، تدرون انه صاير بالنص اكو منطقه كلتنا نعيش بيها. اوه، جايني هدية دايموند. اوكي شكرا جزيلا شباب. دايموند بس منو؟ ما ادري. ما ادري. اوكي اوه صاير هنا هذا شنو؟ اتذكر مرة شفته باليوتيوب طالع لي مال المرتضى. مو اي مال المرتضى. ما ادري، خاف ادوس دقمة. اي اشتغل. اها، ذني مال شو اسمها البركات مال المرجان اتوقع، مو ما اعرف بس اتوقع. اوه الشركه مال السيارات، والله نايس. بس مال من؟ اتوقع مال باسل. والله خلينا نشوف شو يبيعون. خلينا نشوف مال من هذا مال السمك. اوه نايس، واو جميل جميل جميل، والله نايس. بيش ال 3 فيش بواحد دايموند، واحد نشتري. خل اخر لي واحدة بواحد دايموند، بس انا ما عندي شو اسمه، بس يلا ما يخالف خل اعطي زيادة مو مشكلة. طبعا شباب، انا عندي محلات، اللي ما يدري عندي محلات هواية، عندي اثنين. هذا اول محل الي اللي هو مال ثلج. خل شوف كم مش قد بعنا. اوه 19، وهذا نيا حاطين 19، والله ممتاز. تركت السيرفر فترة واشتروا مني 19 والله. اي والله نوخذن. اوكي خلينا نروح للمحل مالتي الثاني. حلقة ابيع شغلات مال الغابة. طبعا ذني اوه انباعن بالله، وين جاي رايح؟
ما ادري ذا انا جبته مره ثانيه بس اختفى. دون باي احمد ديار اوكي. هذني بالله ايش قد ايش قد ذني؟ 1 2 3 4 5 6 6 في 2 6 في 2 12 في 2 24 و 2 26 اوكي ابى رياضيات زين. واخيرا شو صار على ويكم شنو الشغلات اللي سويتها هنا ومثل ما شفتوا العنوان اضحك على باسل. باسل تدرون شباب انه باسل هاي منطقته اللي ما يدري شباب احنا قاعدين هنا بمنطقة كنا الشباب توزعنا وقعدنا بهاي المناطق مؤمن حمودي مصطفى انا مناكا مرجاني فراس سلار مرتضى بقى هنا باسل. باسل ما باني بيته فانا بنيت له بيته بس اوكي ما اقول لكم هسه ايش سويت بس خل عليكم البيت مات اول اوكي غطيته اوكي. المهم هذا شباب بيتي صاير بالنص اوكي. احمد ارميل بالله جاز زيدي اوكي دايموند اوكي ثانكس. جبت هذين غراضي يعني ورا ما بنيت البيت يعني بفتره او قبل هسه قبل اسبوع او ما ادري يعني جبت الغراض قلت خل ابني البيت عدل على البيت يعني فجبت هذني هاي موارد على السوالف. اوكي فهذا هو البيت شباب من برا. دقيقة خل اراويكم شكل البيت من برا من بعيد. طبعا شباب هسه اراويكم الشغلة كلش حلوة بالبيت اوكي. تشوفون شباب هذا البيت شكله من برا عبارة عن ثلاث مثلثات وشغلات جميلة. استخدمت به هذا الخشب الجديد اللي يعرف شباب دقيقة احتاج هذا النوع الخشب. اللي يدري اللي منزل شباب التعديل الجديد هذا يدري شباب الخشب اذا تحطه هيجي وتجيب الاكس قبل يتحول الى هذا الشكل عرفت شلون؟ فتكسره يجيك من هذا النوع. زين ها شلون ترجعه الى شكله الطبيعي؟ والله ما ادري. المهم يتحول عرفت شلون؟ فشكله كلش خرافي بالبيت مالتي. خل اراويكم شباب خل نروح نصور انسايد كسرها. قبل لا نطب شباب اراكم بالشغله تجون دقيقه تجون هنا تدوسون هاي الجرس مال البيت بقى عرفت شلون؟ ف سمعت الصوت اكو شي صوت بالبيت اوكي افتح الباب هاي يا شباب القطه. طبعا اخر مره قبل شهر من بنيت البيت كانت القطه هالقدوده انت صايره هالقدوده اوكي. طبعا شباب البيت باشو سديت الاضوية فتحت البيت عبارة عن يعني يشتغلن بالاضاءة عرفت شلون؟ فهاي البزونة الصغيرونة لا تطلعين خليها تتجول بالبيت شوي اراويكم البيت. جايب لي السمكة اعطيها السمكة اللي اشتريتها؟ لا 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 سمكة عربيه اوكي. البيت شباب انا من يعني انا احب البيوت الصغيرة بماينكرافت لان ماينكرافت ما فيها سوالف هواي مو مثل المودات. المودات تقدر تحط كل شيء سوالف جديده. هنا ماكو غير غرفه جلوس هنا ما ادري شنو هنا شويه مخزن وهنا غرفه نوم هي هاي ماينكرافت شو تحط بيها عرفت شلون؟ فهنا انا اتوقع مخزن احط هذا او مسر داب جوا. شو هي هاي اللي سويناها احنا بالنص هي رحله سياحيه بيناتنا عرفت شلون؟ يعني مو مهم لازم احط كل مواردي هنا عرفت شلون؟ انقل مواردي بس ما راح ارجع لمنطقتي الا بعد فتره عرفت؟ فد اسبوعين ثلاثه. فهذا هو المكان. فشباب انا جايب موارد خل بس الدروع انا جايب خل احط الكرافتنج تيبل. اوكي احط الكرافتنج تيبل. فأنا شباب صانع جايب وياي شغلات راح اثث شويه من البيت يعني وياكم وراح اراويكم الشغله اللي موجوده على الباسل. طبعا هنا هش سكت لعب اي اوكي. راح اسوي دقيقه اسوي هيجي بعدين هيجي هيجي لا لا هيجي تمام ونسوي هيجي نسوي هيجي لا هيجي اوكي مقبوله اوكي. خشب شنو عندنا شغلات ممكن نستفاد منها؟ اوه والله صار جو ليل اوكي. ايش راح اسوي شباب؟ راح اجيب مو الايرون خلي اجيب الايرون وياي واجيب وياي شغلات
اي هذاني 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 اعطيني هذاني اف بها البيت من داخل. بزونه لا طب جوا طب جوا اي طب جوا اي احنا نسميها بزونه. انتو شو تسميها بلهجتكم؟ كل واحد يكتب بلهجته. اذا عراقي يكتب بزونه، واذا مو عراقي انا اتوقع قطه بغير اللهجات وبس وما اعرف بعد شو تسموها البزونه او القطه. دقيقه نجيب ذني كلهن، نجيب هاي نحط هاي هنا، ونجيب هاي. والله والله واو والله شكلها حلو والله. نجيب لنا ورده، والله نايس والله نايس مكان تدرون. انزين عندي فكره عندي فكره. دقيقه نجيب ال هذا، نحط هذا هنا، نجيب ذني ونسوي ثلاثه بعد نحتاج. ممتاز نجيب هذني هنا طن، بس واحدة ما اتوقع احتاج اكثر. سنو دقيقة اتوقع اتوقع عن جابوا الصوف لو لا الو جابوا الصوف ما جابوا الصوف ما جايب وياي اي صوف. اوكي مو مشكلة هاي سهلة. اقدر ادبرها بغير طريقة، اجيب هذا هذا هم يصير حطه هنا هم حلو حلو. ف فطالع المنظر رهيب، شنو رايكم؟ ما جاء تجيني حسباء افكار يعني عرفت شلون. غرفة النوم راح تكون هنا، راح تكون اضاءتها جوا، سدها وانام وافتحها. شباب ببالي فد شغلة. انزين دقيقة 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 انطيني هاي الخشب. اوكي من احطهن ها ما يصير. تدرون ليش اردت اسوي سلاب؟ حتى من اطفي الاضاءة الوحوش ما يرسبنن جوا، فانا يمكن راح اغير الارضية حتى احط سلاب الوحوش ما يجونون. ففد شي حلو يعني. تخيلوا شباب البزونة قاعدة هنا جوا قاعدة جوا، شو شباب وانا طالع برا هنا تشوفون. دقيقة صار لي هواي ما متعارف. تعالوا تعالوا تعال يمو شنو الوحش هذا الجديد؟ تعال تمام اكو وحش هذا جديد. ايه فدا تشوفون شباب شلون الغرفة ظلمة، هادشي كلش حلو عرفت شلون؟ ف واو شو الوحش الجديد. اي فالبزونه خل افتح الاضاءه خاف يرسبنون هنا بالبيت. فالوضع تمام. فبقى هنا شو اسوي شباب؟ هنا راح احط صناديق، هنا اقعد غرفه مو جلوس، هنا يمكن هنا مخزن راح اسوي، احط صناديق هنا اربع صناديق كافيات يعني موارد عرفت شلون. فخل احط الموارد اللي ما احتاجها هنا. اوكي هذني بعد يعني انا راح ابدي اثث بالبيت لحد ما لحد ما شو اسمه الحلقه الجايه تشوفونها كامله اتوقع. هاي هاي وين راح؟ المهم شباب خليني اراويكم البيت مال باسل اللي سويته. البيت شباب مال باسل صنعته تقريبا طولت بفتره كلش طويله، هو هديه مني لباسل وبنفس الوقت بقلب باسل. فشباب شباب انتوا كلكم يا بواسل ويا حمديات، حمديات شنو؟ يا اياس كلكم لحد يروح يقل الباسل. اسمعني اسمعني حتى لو انت ما تحبني اوكي لا تقلون الباسل. اريد اريد تعليقات باسل ماكو ما اريد واحد يروح. واذا شفتوا واحد رايح قال الباسل كتبوا لا لا تحكي باسل امسح تعليقك، لان اريد باسل يتفاجئ من صدق عرفت شلون. فانا كتبت باسل ستوب دونت جو انسايد اند دونت تريك، يعني لا تدخل جوا ولا تصور لان هو مقلب عرفت شلون. فهسه تقول شلون نشيل هذا الساند احمد؟ شباب باعوا طران طران طران
كله انشال، وهذا هو بيت باس ستوب اللي صنعته. طبعا بيت فخم، يعني افخم من بيتي العادي، بيت فخم الصراحة صنعته. لان شفت بيت مؤمن، بيت محمد، بيوت مودرن، قلت خليني اجرب انا اصنع هيجي بيت، عرفت شلون؟ ف قعدت وسويت هيجي، يعني تصميميتي من بالي هيجي احطه وابني، عرفت شلون؟ فدقيقة هنا احتاج اعبر، اوكي. ف يب، شو جواب المكان اللي قاعدين فيه شباب؟ سوينا مثل السيزون الاول مال عراقي كرافت اللي كان كنا قاعدين سوا، عرفت شلون؟ رجعنا شويه وحاولنا نرجع ذكرياتنا. المهم مدخل مال باس، طبعا البيت عشوائي، مربعات عباره عن مربعات، هذا مربعنا وهذا مربع ابعد وهذا مربع ابعد، وداخل وطالع هيك، عرفت شلون؟ فاستخدمت شباب هاي مال انت، استخدمت شباب هاي مال انت، استخدمتها حتى شي يصير، حتى يكون اضاءة مال البيت كامل. فباسل اول ما يجي يطب هنا شو يسوي؟ يطب ويشوف باع 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 باع، هذا كله سويته وحطه الصناديق. فهو المقلب واحد من الصناديق اللي موجودات فوق. ما ادري انت بعد، خلي يشوف باسل، باسل ما راح يقدر، عرفت شلون؟ فهو واحد من الصناديق اللي موجودة. اذا تشوفون شباب، واو والله حلو. اي فهاي البيت مال باسل عبارة عن شو اسمه، فشو تتوقعون المقلب؟ كل واحد يكتب بالتعليقات شنو تتوقعون المقلب اللي راح يكون بباسل. انا ما ادري شنو المقلب، يعني لا شو ما ادري وين سويته، قصدي ما راح اقلكم، يعني مو هذا. موت موت لك ادبسوس، اوكي. ايه فهذا هو بيت باسل. شو رايكم؟ شو تقيمون بيت باسل من 10؟ كتبوا بالتعليقات شو الافكار اللي اجت على بالكم انه نصح. المهم يا شباب، ان شاء الله عجبتكم هاي الحلقه، لا تصدقنا بلايك وتشترك في القناه اذا انت جديد وتشوف فيديوهاتنا السابقه. اراكم قريبا سوديتر، في امان الله، مع السلامه، باي باي.